أهلا بكم من جديد، نستكمل معكم فقرات الجولة الصباحية. لا يزال المشهد القضائي في مصر ملبد بالغيوم. أزمة تعديل قانون السلطة القضائية تجددت مرة أخرى بعد إعلان مجلس الشورى استعداد مناقشة مشروع القانون في 25 مايو الجاري. محكمة النقد دعت لجمعية عمومية لرفض المشاركة في جلسات مؤتمر العدالة. غدا نادي قضاة مصر يقيم المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء بحضور رئيس الاتحاد العالمي لنوادي القضاة لأول مرة للحديث عن العدوان أو ما يسمى بالعدوان على السلطة القضائية وعلى استقلال القضاء وعدم الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات. تكون هذه الفقرة ومن أهم الأسئلة التي ستطرح فيها، هل تحل أزمة العدالة؟ كيف يتم حل أزمة العدالة؟ ما الذي سيحدث في مؤتمر العدالة الدولي؟ وتطورات ونقاط أخرى نناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة استئناف بالإسكندرية. سيادة المستشار أهلا بك، صباح الخير. صباح النور. بداية من وجهة نظرك، تقييمك للدعوة لمؤتمر دولي لحماية استقلال القضاء، وكيف ترى تدويل الأزمة؟ هو بداية أنا عايز أقول أن ده يمكن أول نزاع فعلا جاد بين السلطات في مصر. هو في مبدأ الفصل من السلطات، مبدأ تعرف حتى من القرن 18، أن كل سلطة بتعمل باستقلال عن السلطة الأخرى. أنا اللي شايفه حاليا أن هناك فعلا خلاف يقترب من النزاع بين سلطتين مهمتين جدا، هي السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشورى والسلطة القضائية المتمثلة في نادي القضاء. أنا شايف أن الوضع للأسف بدأ يقترب من التصادم بين السلطات، وده شيء خطير جدا، يمكن أول مرة نحس به ونشوف بهذه الدرجة من الوضوح. اتجاه نادي القضاء لتدوير القضية أنا عندي في تحفظات عليه. عندك تحفظات؟ طبعا عندي تحفظات. أنا عندي تحفظات من تدوير أي قضية داخلية، مش 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 أي قضية، أي قضية داخلية، مش ما يهم القضاء فقط، أي قضية تهم في داخل مصر أنا عندي تحفظات على تدويلها، ودايما بؤمن إن احنا قادرون على أن نحل أي مشكلة تحدث بيننا. أنا عايز أقول إن الفصل بين السلطات هو نص دستوري في جميع دساتير العالم، لكن إذا حدث نزاع بين السلطات فرئيس الدولة هو من واجباته أن يفض هذا التنازع، أن يكون حكما بين السلطات. وأنا حتى دعيت الرئيس مرسي من قبل عندما نشأ هذا النزاع واجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وبعض القضاة، ودعيته أنه يخمد الفتنة بوصفه رئيس الجمهورية وبوصفه الحكم بين السلطات إذا وقع تنازع بينهم. أنا بدأ. طب إذا كانت الأمور وصلت إلى هذا الحد، يعني وأنت تطرقت إلى تفاصيل بسيطة جدا وأنه نزاع ربما لم يسبق يعني أن حدث بهذا الشكل بين سلطتين في مصر، وهو الآن بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، في نفس الوقت أنت تتحفظ على تدويل القضية. طبعا بلا شك. أنا عايز أقول إن لما طبعا أنا أنتمي للسلطة القضائية، ويهمني في المقام الأول أن يكون هناك استقلال تام للقضاء، ونحن نسعى في هذا الطريق. لكن في المقابل لو جئنا إلى السلطة الأخرى، هي السلطة التشريعية التي تقوم بنص الدستور بالتشريع، هي عندها نص في الدستور بيعطيها حق التشريع وحق مناقشة القوانين. إذا هناك رأيين، رأي يقول أن أنا أتولى سلطة التشريع ومن حق دستوريا أن أناقش أي قانون، رأي آخر ويتبناه نادي القضاء بيقول أن هذا القانون لابد أن تكون هناك وسيلة معينة لمناقشته وطرحه أمام القضاء. هناك حل سهل جدا، هو مؤتمر العدالة الذي دعا إليه الرئيس، وان انا بشوف ان مؤتمر العداله لابد ان يعقد في معاده، لكن بشرط، وده اقتراحي، الا تتم مناقشه بنود القانون قبل خروج توصيات مؤتمر العداله. طيب ما هو ده كان اقتراح موجود برضو، ولكن مجلس الشورى مصر على انه يناقش. لا انا في رايي كده مؤتمر العداله توقف. لا انا في رايي يجوز التراجع، انه انا ما بحكم انا مجلس الشورى عن مناقشه القانون ابدا، انا بس كل مجلس الشورى أرسل نسخة من القانون للهيئات القضائية لإبداء الرأي، فماذا يضر مجلس الشورى إذا انتظر أيضا مجرد توصيات تنتج عن مؤتمر العدالة؟ هذه التوصيات تكون أمام أعضاء مجلس الشورى، تنير لهم الطريق، توضح لهم بعض النقاط، ليس هناك أي تعارض بين سلطاته كمشرع وأنه يرى توصيات أمامه. فأنا بشوف أن إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية قبل أن أقام مؤتمر العدالة سيجهده. طيب أمام هذا الإصرار ما الذي يجب أن يعني تفعله السلطة القضائية؟
انا بشوف ان اللي يجب ان تفعله الرئاسه اصلا، لان انا رئيس الجمهوريه، اي رئيس جمهوريه مش بشخصه، هو الرئيس الذي يتدخل لفض النزاع بين السلطات اذا حدث. مش يتدخل في عمل السلطات، لكن يتدخل ليكون حكم بين السلطات. الحل في رايي سهل جدا، ان ينتظر مجلس الشورى. ايوه ما هو سهل، بس مجلس الشورى مش عايز يعمل كده. اذا حدث هذا فانا اعتقد ان احنا هنسير في 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 فعلا في في مرحله اخرى من مرحله التنازع، قد تصل الى مرحله الصدام، وهذا شيء خطير جدا وسيء جدا. لكن انا لا استطيع ان اغل يد مجلس الشورى عنوة من ان يناقش قانون، لان انا محكوم بالدستور. يعني رئيس مجلس العالمي لانديه نادي القضاء عندما ياتي الى مصر لابد ان يقرا الدستور او تترجم له نصوص الدستور، حتى يكون على بينه ان نصوص الدستور تعطي لهذا المجلس الحق في مناقشه القانون باعتباره المجلس التشريعي، لابد ان تضع امامه هذه النقطه. لكن انا بشوف من الاوفق هو رئيس الاتحاد العالمي طبعا المنتظر ان ياتي غدا، المفروض انه ياتي يكون عارف الدستور المصري بيقول ايه بالظبط، وعارف ان ده مجلس تشريعي بنص الدستور. بما انه رئيس الاتحاد العالمي لنوادي القضاه فاكيد سيضع في الاعتبار انه سيعرف جيدا تفاصيل هذا الدستور. ده بالتاكيد، ولا يبد ان يقرا النص الذي يقول ان المجلس مجلس الشورى هو المجلس الذي يقوم بسلطه التشريع الى حين انتخاب برلمان، وبالتالي لابد ان تضع هذه النقطه امامه. انا بشوف ان لكن الخطوه نفسها انت شايفها ازاي؟ خطوه من مجلس الشورى؟ لا، خطوه ان ياتي رئيس الاتحاد العالمي. هقول لحضرتك يعني، لانه البعض يراها يعتبرها تدخل في الشان المصري، والبعض يؤيدها في الحقيقه، البعض الاخر يؤيدها. انا عندي حساسيه مفرطه في اي تدخل في الشان المصري. في يعني مش في مشكله القضاء بس، في السياسه المصريه، في 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 الوضع الداخلي المصري. في ولكن في نفس الوقت انت تذكر تفاصيل يعني ربما تذهب في الاتجاه انه من طالب بهذا التدخل ومن دعا رئيس الاتحاد العالمي لنوادي القضاء ربما لم يجد اي بديل اخر. لا، انا ضد التدخل خالص في الشؤون المصري. يعني حتى جون كيري لما جاء اجتمع برموز المعارضه لاخره ويحثهم على الانتخابات، انا كنت ضد ده خالص. يعني احنا دوله عريقه، دوله مؤسسات، تمتلك مؤسسات قادره. انا مؤمن ان احنا قادرون على ان نحل هذه المشكله. يعني انا بوجه برضو يعني خطابي لمجلس الشورى. بس المشكله ما بتتحلش يا فندم. لا يعني انت مؤمن ان احنا قادرين على حل مشكله، ولن تحل من الخارج ابدا. يعني اذا حضرتك لم نستطع ان نحل مشاكلنا الداخليه، لن يجدي معنى ان نستعين بالخارج ابدا. يعني دي نقطه. انا وبالتالي هنا مش منطقي ان انا اسالك رايك في دعوات نادي القضاه او مناشدتهم للرئيس الامريكي بما اسموه بوقف العدوان على القضاء على مصر، القضاء المصري. هو اكيد الاجابه هتكون واضحه بالنسبه لي ان ده شيء محزن وشيء لا يليق، وانا كتبت عنه في حينها يعني ان يعني اذا كان هناك خطوط حمراء كما يقولون، فهذا الخط الاحمر الاول ان انا اناشد رئيس دوله اجنبيه، مجرد ان انا اناشد من قاضي مصري مناشده لرئيس دوله اجنبيه من قاضي مصري لا تليق. يعني ما بال حضرتك بقى اذا كنت اناشد او ان يتدخل في الشؤون الاجنبيه وكلها اين انت؟ فهذا مرفوض بالنسبه لي مطلقا، هذا يعني امر محسوم بعيدا عن القضاء او غيره. تدخل اجنبي في شؤون الداخليه لمصر مرفوض مطلق بالنسبه لي، يعني اعتقد بالنسبه لكثير يعني. طب سياده المستشار، يعني محاكم الاستئناف بتحشد اعضائها عبر جمعيات عموميه لرفض مشروع قانون السلطه القضائيه، المحكمه الدستوريه في الوقت نفسه بترفض حضور مؤتمر العداله، هل بتعتبر ده تصعيد قضائي جديد؟ هو مش تصعيده بس، احنا في طريق التصادم والنزاع، وده خطر جدا. وده عشان كده انا بوجه برضو يعني صوت العقل لابد ان يصل برضو لاعضاء مجلس الشورى، بس بطريقه معينه. يعني انا لا احذر مجلس الشورى، لا انذر مجلس الشورى، لكن انا اطلب من مجلس الشورى ان يتمهل. انت تشير الى طريقه الخطاب، طريقه التواصل. طريقه الخطاب مهمه جدا على فكره، حتى في الدبلوماسيه يعني طريقه الخطاب مهمه جدا. يعني طريقه الخطاب بتفرق كتير جدا. يعني انا مش بقول لمجلس الشورى انت لا تستطيع ان تناقش القانون، لا، هو يستطيع بموجب الدستور، لكن انا بقول من الاوفق من حقه ان هو يناقش بنص الدستور، مش بارادتي انا، يعني مش برغبتي. بقول له ان انت حضرتك او مجلس الشورى، رئيس مجلس الشورى بترسل القانون للهيئات القضائيه لابداء راي فيه. طيب ما حضرتك ممكن تنتظر مؤتمر العداله سيتم مناقشه فيه البنود. يعني يستطيع مجلس الشورى ان يخمد هذه الفتنه ايضا، انه يرجئ مناقشه القانون الى حين انعقاد مؤتمر العداله،
وخروج توصيات من القضاء. انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، ان قانون السلطه القضائيه هو الحامل للمشكله دي كلها نص واحد، عشان بس نكون عارفين النص واحد اكيد حضرتك عدت اللي هو سن بالظبط كده. النصوص القانون ما فيهاش مشكله، نصوص رائعه بتساوي بين القاضي القضاة جميعا، بين قضاة المحكمة الاستعراضية وقضاة مجلس الدولة. ده كان حلم بالنسبة لنا. موضوع السن عشان المعاش من 70 ل 60. اوكي، هو بس عشان نبقى واضحين، وعايز برضو اكون واضح ان احنا كقضاة كان يرفع السن رغم ارادتنا، عشان برضو نحط الامور قدام المشاهد. يعني في الفترة السابقة في النظام السابق كان يرفع السن على غير ارادتنا، والقضاة نفسهم كانوا يحتشدون من اجل عرقلة مد السن. يعني لدرجة اخر مرة قبل سقوط النظام كان المفروض السن يترفع من 70 ل 72، احتشد القضاء حتى يعطلوا هذا النص، وعطلوه فعلا. لكن السن كان بيرفع بعيدا عن رغبه القضاء، وبالتالي انا شايف ان قانون السلطه القضائيه كله، بس هو في ناس شايفه ان الموضوع مش موضوع سن بس، هو الموضوع انه بخفضه من 70 الى 60 بيطيح بحوالي 3000 قاضي، وبالتالي هذا يسمح لدخول يعني ناس جدد ربما يكونوا محسوبين على الاخوان المسلمين. ما هو ده حضرتك، ما هو ده جزء من المشكله. جزء من المشكله انها تخرج، يعني التخوف جاي من هنا طبعا، بتخرج من 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 اروقه نادي القضاه او القضاه الى السياسه. طبعا يعني ده طبعا ده مشكله، ان دلوقتي المشكله في مصر دلوقتي ان كل حاجه بتربط بشيء ثاني، كل حدث يربط بشيء ثاني حتى لو كان بعيد عنه. لكن انا برضو ليا اقتراح فيه بالنسبه لموضوع السن. انا شايف ان سن 65 اذا كان هناك اقتراح يحل المشكله، يتفق مع رغبات القضاة، يتفق حتى مع توصيات القضاة في الجمعيات العمومية. هل التخوف ده اصلا في محله، انه يعني هناك اعتراض على القانون لانه احتمال انه من يدخل يعني بعد الاطاحه بال 3000 قاضي، يعني مع التحفظ على كلمه اضاحه طبعا، انه ربما يكون محسوب على الحريه والعداله على الاخوان المسلمين؟ بص حضرتك، هل ده تحفظ في مكانه اصلا؟ هقول لحضرتك، لا، دخول القاضي او اختيار القاضي للدخول في الهيئه القضائيه من زعامة وكيل نيابه، من درجه وكيل نيابه، محكوم باعتبارات معينه وتقاليد معينه واعراف معينه وقوانين معينه، فيجب الا نتنازل عنها ابدا. يعني اذا كان هناك شروط معينه ليتولي القاضي هذا المنصب، او تولي طالب الحقوق الى منصب دخول منصب النيابه، فهناك قوانين معينه وهناك اعراف معينه وتقاليد معينه لابد ان نحتفظ بها ولا نتجاوزها ابدا. لكن ما نقدرش نقول ان انا بتكلم دلوقتي على اساس ان احنا في نظام جديد، او المفروض ان احنا في نظام جديد، ما اقدرش اقول والله ان من ضمن الشروط الا ينتمي لجهه معينه، ما ينفعش. انما انا اقول لازم يكون جايب تقدير جيد او جيد جدا، لازم يكون حسن السير والسلوك، سمعة طيبة، لابد أن تأتي التحريات تثبت أنه من عائلة طيبة، ليست هناك صوابق جنائية إلى آخره. هذه الشروط. أي شرط فوق هذه الشروط أعتبر أنه مخالف للدستور. يعني كان في الفترة السابقة في العهد السابق، طبعا إذا كانت جاءت تحريات من أمن الدولة بتشير أن أحد المتقدمين له نشاط سياسي معين، خل بيستبعد فورا، أو إذا أحد افراد في عائلته كمان بيستبعد فورا. اذا احتفظت بهذا الشرط معناها ان ما فيش نظام تغير ولا في ثوره قامت او الى اخره. يعني فانا شايف ان التخوف ده طبعا لابد ان مجلس اعلى القضاء ان يحافظ على هيبه القضاء والدرجه الفنيه وكفاءه القضاء، ولابد ان تكون عندهم معايير معينه لدخول اي فرد هذا السلك. ده من حقه طبعا، حقه طبعا. لكن التخوف الى هذه الدرجه اعتقد ان هو مش في محله حاليا. لكن انا برضو بقترح، نعم، ان السن انا 60 يعني 60 هيعمل هزه، انا اعتقد تعمل هزه شديده جدا، لان حضرتك بتعوزي درجه معينه من الخبره في محاكم الجنايات ومحاكم الاستئناف العالي. هذه الدرجه لا تتاتى الى القضاه الا يمكن في هذا السن. فانا اعتقد ان سن 60 هيحدث هزه كبيره في بالنسبه للقضاء يعني. وانا بقترح ان يكون السن 65. طيب انت ولو 65 هيحل المشكله يعني؟ ده انا اقتراح شخصي، لو انا هبدي اقتراح، او انا ساشارك مثلا في اي مؤتمر او في اي جمعيه عموميه، انا بقترح شخصيا، اقتراح شخصي لا اكثر. ايوه، هذا الاقتراح ممكن يحل الازمه ممكن يعني؟ ممكن، اعتقد ممكن جدا يعني.
لان في اعتقد ان في يعني غالبيه العظمى من القضاه يعني بيقترحوا هذا الامر. طيب. مش مستقين منه. نعم. اذا وصل ال 65. نعم، انت تعلم ان مجلس القضاء الاعلى كان قد ناشد النائب العام للعوده لمنصه القضاء، كيف ترى ذلك؟ كيف ترى هذه المناشده؟ انا كتبت في موضوع النائب العام مقال مطول ونشر وعدد كبير من رجال القانون يعني اشاد به. انا في رايي الشخصي ومن بحث اللي انا بحثته ان وجود النائب العام الحالي دستوريا ايا كان راينا في الدستور او طريقه وضع الدستور الى اخره، لكن وجود بدليل ان مجلس القضاء الاعلى النائب العام الحالي طبعًا موجود قبل الدستور اوكي بس قبل اقرار الدستور. الدستور الحالي قنن وجوده حتى عن الفتره السابقه، حتى عن الفتره السابقه. فهو دستوري ايا كان راينا في هذه النصوص اذا كانت تفصيل او غير تفصيل، لكن وضعه الحالي دستوري طبقا للدستور الحالي. يثبت هذا الامر أدلة كثيرة من ضمنها أن مجلس القضاء الأعلى عندما خاطب النائب العام ناشده لأن يترك منصبه. ده في رأيي هذه المناشدة تعني إيه؟ أنه لا سبيل إلى أن هذا الرجل يترك منصبه إلا بالإرادة الحرة والاختيار. إذا كان هناك حل غير هذا مجلس الأعلى للقضاء لن يناشده، سيأمره إذا كان هناك قانون أو دستور ينص على ذلك. فأنا بعتقد أن هذه مناشدة. وبالتالي ماذا عن نادي القضاء، اجتماع نادي القضاء اللي كان بيبحث التصعيد في حال لم ينفذ النائب العام هذا القرار او لم يستجب لهذه المناشده؟ النائب العام ما زال يقوم بعمله، يصدر كل يوم عشرات القرارات، وكلاء النائب العام يقومون بعملهم، يصدرون كل يوم في نيابات مصر مئات القرارات. وبالتالي فبعيدا عن المناشده سيصبح الكلام غير قانوني او غير دستوري، مناشده متاحه للجميع، لكن الامر اعتقد انه هيكون مخالف للقانون والدستور. انا بعالج امر بدون عاطفه، انا عندي نص دستوري بيعطي هذا الرجل الحق في استمراره في هذا منصبه حتى عن الفتره السابقه، ايا كان راينا في النص الدستوري معيب او مش معيب، لكن هو نص دستوري قائم. وبالتالي فانا بشوف ان مناشده مجلس القضاء الاعلى للنائب العام بانه يعود الى منصه القضاء هو ده اخر ما نصل اليه في هذه المشكله. طب لكن نادي القضاء قال انه مشاركتنا في مؤتمر العداله مبدئي ومشروط ولن ينفذ الا اذا نفذ النائب العام واستجاب للمناشده. اعتقد مش هيحصل، لان اذا هذا كان المفروض يحصل معنى كده ان النائب العام قراراته السابقه التي اصدرها في هذه الفتره باطله. قالوا انهم لن يشاركوا في حال حضور النائب العام اعضاء الشورى السياسيين الحزبيين في المؤتمر. السياسيين ابرز مطالبهم. السياسيين والحزبيين انا موافق. لكن عدم حضور النائب العام انا مش موافق. النائب العام هو قاضي قبل ان يكون نائب عام، هو نائب رئيس محكمه النقد وحاليا النائب عام، وبالتالي من حقه ان يحضر اي جمعيه عموميه، ومن حقه ان يحضر مؤتمر العداله الى اخره. هذا نص، هذا لا يمكن ان اقول عكس ذلك، لو قلت عكس ذلك يبقى انا بخالف القانون والدستور. اشكرك شكرا جزيلا المستشار سامح عبد الله رئيس محكمه الاستئناف بالاسكندريه، اشكرك جزيل الشكر. شكرا جدا. شكرا. مشاهدينا بعد الفاصل نلتقي مره اخرى ونناقش موضوع اخر، انتظرونا.